السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على على الإعلامي حسين جناد، وين دار فيديو وين قال لهم صدق أو لا تصدق عمال في الاتحادية الجزائرية أجراتهم تفوق أجرة رئيس الحكومة. عمال في الاتحاد الجزائري أجراتهم تفوق أجرة رئيس الحكومة. رئيس الحكومة شحال يخلص؟ شحال يخلص؟ نديروها تما إلى رئيس حكومة يخلص 100 مليون، تما هذاك اللي يخدم في البيرو في الاتحادية تما يخلص 150 مليون، 110 مليون، تما المهم فايته. هذه هدرها لو 2 أكتوبر 2021. الناس قالوا له انت راك تكذب، شحال لي كومونتير شفناهم هنا، الناس يقول لك راك تكذب، قالوا له راك تكذب، بصح الحقيقة تعيا وتظهر. راهي تا الدولة جابت لهم الصناط، راك جابت لهم عمي مسعود، وعمي مسعود ما ينجبش يقعد يناوث روحه يطيب بروحه ويراخر، غادي يقول لهم جيبوا لي الزوجة تاعي سونايكاس، راهم جايبين له سونايكاس فانيك. هذا الفيديو راح نتحدثوا فيه على الأزمة المالية اللي راح تمر بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هناك تساؤل، عمال خاصة عمال الاتحادية يتساءلون، هل صحيح أن الاتحادية أفلست؟ وهل صحيح الأموال التي تركها روراوة والتي تعد بالملايير قد نفذت من خزينة الاتحادية؟ تساؤلات في محلها. لماذا؟ لأننا كنا سبقنا وأن تحدثنا على مركز تكوين أو أكاديمية سيدي بالعباس، الأكاديمية اللي كل الممولين نتاعها ما خلصوهمش، ما داوش دراهمهم من اللي فتحت الأكاديمية من أول فبري وإلى يومنا. مول الخبز مول اللحم مول البان، هناك فواتير أخرى ما زالت معلقة، وهذه سنعود لها بالتفاصيل. والأكثر والأمر أن هذا الشهر العمال تاع الاتحادية ما تقاضاوش الأجور تاعهم. عمال الاتحادية من المعتاد أنهم مع يعني بين 21 22 في كل شهر يعطونهم للصالير تاعهم، ولكن هذا الشهر سبتمبر واللي انتهى ورانا في شهر أكتوبر، شهر سبتمبر مر والعمال كل يوم ينتظروا في الأجور تاعهم، ما عطاو لهم تفسيرات، ما قالوا لهم علاش تأخرت هذه الأجور، وراهم يسمعوا غير في الإشاعات، راهم يقولوا لهم كاين أقاويل تقول بأن الأموال خلاص وما كاش أموال في الاتحادية، كاين مبلغ مالي كبير اللي خلاه روراوة في وقته عبارة عن سندات في البنك، يعني أقرض البنك عطالهم مبلغ مالي واللي ما يقدروش يخرجوه في الوقت الحالي لأن هناك اتفاقية بين الاتحادية والبنك. وزيد حتى يقال بأن الرئيس الحالي رفض باش كما نقولوا يدلنا لهذاك المبلغ، ولكن الأموال اللي كانت تعد بالملايير في الاتحادية يقال بأنها نفذت، أموال ما كاش. هذا العمال هما اللي راهم يقولوا في هذا الشيء، كاين عمال كثير في الاتحادية اتصلوا بنا وقالوا لنا بأن الأموال ما كاش لأنهم ما تلقاوش الأجور تاعهم. ولكن هناك معلومات من داخل الاتحادية تشير إلى أن المكلف بالمالية هذا الشهر أرفض باش يوقع على القائمة تاع الأجور على لذا صدار عضو المكلف بالمالية أرفض، والسبب اللي خلاه يرفض أنه كاين أجور خيالية ما قدرش يصدق هذا المكلف بالمالية. يعني أنا لحقتني واحد الأرقام لا يصدقها العقل،
تصوروا عامل في الاتحادية سبق له وأن قال بأنه يعمل بنيفول يعني بدون مقابل، الأجر نتاعو تم رفعه حتى أصبح يتجاوز الصالير تاع رئيس الحكومة. صدق أو لا تصدق، يتجاوز الصالير تاع الوزير ويتجاوز الصالير تاع رئيس الحكومة. هذا الإنسان هذا سبق له وأن قال بأنه بنيفول وجاي يخدم كرة القدم الجزائرية. أنا بحثت في بعض المواقع، حبيت نعرف الصالير تاع رئيس الحكومة وشحال ونتاع الوزير وشحال، لقيت بأن الوزير يدير 50 مليون في الشهر. هذا الشخص هذا اللي يخدم في الاتحادية الصالير تاعه أكثر من الوزير. لقيت بأن الصالير تاع رئيس الحكومة هو 73 مليون و200 ألف. هذا العامل اللي في الاتحادية الصالير تاعه يتجاوز الصالير تاع رئيس الحكومة، يدير 75 مليون في الشهر. الله يا الله. هذا الشخص قال أنا جيت نخدم بينيفول، وإذا راح المعلم نتاعي نروح معاه. ولكن كيفاش تا يروح المعلم تاعك تروح معاه وانت كي لحقت للصح الصالير تاعك 75 مليون؟ شكون اللي طلع لك هذا الصالير؟ هذا الاجره شكون اللي طلعها لك؟ ودوموند لونترينير قال لهم تعطيهم اياها. معلومات من داخل الاتحاديه وصلتنا. واه واه صح. عنده 75 مليون في الشهر. صح. وزائد سياره تاع الاتحاديه يستعملها. صح. وزائد امور اخرى بعد نقولوا ليها بالتفاصيل. صح. امتيازات اخرى. كاين شخص اخر جابوه يخدم في الاتحاديه مؤخرا، والدوره تاعو والعمل تاعو انه يظهر في وسائل الاعلام ويدلي بتصريحات، ولكن لحد الساعه مازال ما شفناهش، لم يدلي باي تصريح ولم يتدخل في اي موضوع، ولكن الاجر نتاعو يدير 30 مليون في الشهر نات، 30 مليون زائد سياره نتاع الاتحاديه يستعمل. المكلف بالاعلام هذا الاجور يعني هنا لو نشوفوا زوج فقط، الطبيب تاع المنتخب يدي 300 مليون، 105 ملايين بيناتهم هما زوج، واحد 75 مليون وواحد 30 مليون، او 105 يعني كيزيدوا لها لي شارج. وين توصل؟ وين يوصلوا هذا الزوج فقط؟ كيفاش حبيتوا الدراهم في الاتحاديه ما يخلصوش؟ اليوم انت عندك الممولين تاع الاكاديميه تاع سيدي بلعباس يسالوا اموال من اول فبراير الى يومنا هذا ما خلصتهمش. شكون اللي عطى الاذن باش يطلعوا لي الصالير نتاع هذ الناس؟ المعلومه اللي عندي تقول بان المكلف بالماليه رفض باش يوقع على لي طات صالير تاع شهر سبتمبر. هذه وين تهدرها؟ غادي نقول لكم وين تهدر. 2 اكتوبر 2021 كانت كملهم، لازم دورو ما تخليه. راك تشوف وين وصلت، وصلت مزيه كاي سوناطراك، وصلت مزيه كاي سوناطراك. هادو ما قاموتهمش، ما قاموهمش الدرام لي، شوف لي سبونسور دا ما قاموهمش، لي سبونسور بانت لهم صرف، دونك جابو لهم سوناطراك ديريكت، حاسي مسعود عمي الحاج ديريكت جابوه، هاليك هاليك خرجوا ديريكت بالشكاير بالشكاير. أموال تاع الشعب هذوكا، على من ما نسالوش تا مليون فيها؟ هذا البترول ما نسالوش فيه تا فنجان، نبيعوه مليون، هاو على هاو العمي، هاو وحدكم، هاو هو وحدكم يقول لك اصبر، أنا في الطريق، الطريق النومو، هاو الطريق النومو وين تا؟ هاو الطريق من النومو وين تا ولد عمي؟ انا عقل شاد لي، انا عقل بويي قال لي اقرا، تسمع شاد لي شاهدر، كنا غير صغار في الانباء، كانت الانباء قال له للاجيال القادمه لازم نخمو الاجيال القادمه. يا ولد عمي انا جيل فات وجا ولدي جيل وما كان والو. ها وين ولد عمي؟ ها وين؟ ها ضرينا ولا ها بنادم غادي غادي. انا عندي كلوه ولا واحد خاصته بحالو، ها صايب بطوناش كاين، بقاو لنا قوايبنا برك. ها هو بنادم عنده 50 داخل في 50 عام، نبيع كل ورياح وصايب يعيشوا بها ولادي، نبيع حتى مليار ولا يعيشوا بها ولادي. لا جابت مليار كلوه، ما عندكش صار بيت بها حاجه كلوه، عندنا زوج نبيع كلوه تبقى كلوه وصايب، نبقاو نبريكولول اللي خاصته كلوه. راني هنا راني نقول لكم، ما
الفقر عدو، اللي خاصته كلوا راني هنا، من ضروري راني نقول لكم، والله راني نهضر من قلبي، اللي خاصته كلوا راني هنايا، ما طقناش، من التالي نقول لكم، درنا خدمنا كاع حدايا ما طقناش صحيح، خاصتك كلوا واحد دير لها راديو تاعك، دير لها سكانير، كلوا المخيرة ديها، خلي لي مقودة ودي مليحة، من التالي كاع، خاص ما طقتش.